السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الصف الخامس. درسنا لهذا اليوم قرين السوء. استأذنت نجلاء أباها في زيارة إحدى صديقاتها فلم يأذن لها، فعز عليها ذلك فقالت له: أراك تنظر إلي يا أبتي العزيز كأنني ما أزال طفلة لا أعرف ما ينفع وما يضر، كأنك تخشى مني سوءا؟ فقال لها أبوها: لا يا ابنتي، ولكنني أخشى عليك السوء، وأنت تعلمين أن صحبة الأشرار تفسد الأطهار. وبعد مدة طال فيها سكوتهما، ناول الوالد ابنته فحمة وطلب إليها أن تضعها في الموقد، فترددت قليلا، فقال لها: لا تخافي فإنها لا تحرق. فأخذتها منه ووضعتها حيث أراد، ثم نظرت فوجدت يدها قد تلوثت، وتلوث ثوبها الأبيض بالسواد، فانزعجت ولكنها لم تقل شيئا. فقال لها أبوها: لقد رأيت يا ابنتي أن الفحمة لم تحرقك، ولكنها لوثت يدك وثوبك، وكذلك قرين السوء ربما لا يتغلب شره على كرم خلق صاحبه، ولكنه يفسد سمعته ويؤذي سيرته. معاني المفردات أعزائي التلاميذ: استأذنت، طلبت الإذن للزيارة، عز عليك ذلك تألمت لذلك، أخشى، أخاف، تلوثت، اتسخت. شكرا لكم أعزائي ومع السلامة.